اليوم خرجت الحكومة ديال عز أخلوش من الروندة ديالها ورسلت واحد الميساج للشعب اللي خصو يفهموه، ألا وهو أن الأحلام اللي كانوا يحلموا بها المغاربة بخصوص تجويد عيش ديالهم يجب عليهم أن يقبروها إلى الأبد. علاش؟ لأن نهار الجلسة ديال المجلس المستشارين 26 أبريل 2022 جاء الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس وبين قوسين بشر المغاربة بأن الحكومة ستبني في أوج الأزمة المالية التي يشكوها المغرب حاليا ستبني 11 حبس. اولا احنا ماشي ضد الحبسات الجداد، ثانيا احنا ماشي ضد بناء مؤسسات سجنيه لتحسين وانسنه الظروف ديال السجناء في المغرب وتحسين التغذيه ديالهم الى اخره، الوان دولا ماشي هذا هو القصد، ولكن حيت المغاربه يعني في 10 سنين كلها دوزوا حبس، 23 حبس اللي تبنات في 7 سنين الاخيره ملي كانوا الاصوليين يحكمون في المغرب. لما مشاو الاصوليين جات حكومه جديده، المغاربه كانوا يامنون خيرا في انها غادي تبدا بالمرافق العموميه التي تشكو واحد الخصاص وواحد الفضاعات في التعليم في الصحه في الترفيه الى اخره. فاذا في البديه ديال الحكومه الحاليه عوض ما دير لنا 11 مسبح اولمبي ولا 11 مركز ديال معالجه السرطان ولا 11 مدرسه ديال الاقسام التحضيريه ولا 11 منتزه حضاري فين يخرجوا الناس ينفزوا عليهم لان اغلبيه ساكنين في قفوزه وفي بارتمات صغار ولا 11 مدرسه ديال الصم والبكم اللي هادو اطفال متخلى عنهم من طرف الحكومات كلها ديال المغرب من الاستقلال الى الان. اذا بالحكومه عوض هادشي كامل كتمشي كدير 11 حبس. علاش؟ لان ملي كنجيو نفسروا ندقوا في هاد السياسه وهاد الهواس ديال الوزراء والحكومات بالحبسات، لانه في كل ولايه تشريعيه كنلقاو في تسليم السلطات يعني كل رئيس حكومه يتباهى مع الخلف ديالو بانه غيدير حبسات وغيدير سجون اكثر، وغنبداو بالاحصائيات الرسميه الموجوده التي يمكن لاي مرأة ان يطلع عليها في المواقع الرسميه ديال المؤسسات العموميه المغربيه. في 2007 عباس الفاسي مني كان رئيس الحكومة كانت عندنا 59,000 ديال السجناء. في 2012 مني جا بن كيران وصلنا ل 70,000 ديال السجناء. مني مشى بن كيران سلم الحكومة لسعد الدين العثماني، سلمها ليه بواحد الباسيف ديال 78,000 سجين. العثماني مني مشى سلم واحد الباسيف لعزيز أخنوش 2021 ب 89,000 سجين مغربي. بمعنى في 10 سنين الأخيرة تقريبا السجناء في المغرب ارتفعوا بواحد النسبة ديال 40%، ومني كندقوا في السلالة وفي البروفيل ديال هاد السجناء تلقاو تقريبا 65 إلى 70% معظمهم يرتكبون واحد تهم تافهة ويدانون بعقوبات سالبة للحرية على شي قضايا اللي لا تستحق أنهم يمشيو للسجن. جار نضرب مع جارو على شي بطانة نشرها في بالكون، واحد الإنسان ما خلصش شي شيك حقير فيه شي مبلغ تافه ديال 4000 ولا 5000 درهم، واحد السائق في لحظة غضب ما تزيد في الهضرة مع شي سائق في الفروج إلى آخره، وبالتالي كيمشيو للمحكمة، المحكمة القاضي ولا النيابة العامة الأيادي ديالهم مكبلة بواحد النصوص قانونية مغيلة في الأرثوذكسية، فما كاين غير مصطلح واحد وهو هبطوا للحبس، فبقينا كنهبطوا للحبس نهبطوا للحبس حتى تقوفلا يعني هذه السكينة السجنية في المغرب. وصلنا تقريبا كما قلنا لحوالي 90,000 سجين بشكل الآن المغرب من بين الدول العشر عالميا اللي فيها نسبة السجناء أعلى مقارنة مع السكينة السكينة ديالها. وهنا الخطورة. علاش؟ حيت كان بيتاس أن يأتي هو والحكومة ديالو وأن يناقشوا مع ممثلي الأمة واحد المسألة اللي علاش هاد السجناء كيرتفعوا في المغرب، هذا من جهة. من جهة ثانية واش المدرسة مابقاش كدير الدور ديالها؟ واش الجامع مابقاش كيدير الدور ديالو؟ واش الصحافة مابقاش كدير الدور ديالها؟ واش الجمعيات ودور الشباب مابقاش كيديروا الدور ديالهم؟ واش الأحزاب مابقاش كدور في المجتمع وكتأثر الناس وهذا إلى آخره؟ هذه الأسئلة التي كان يفترض من الحكومة أن تطرحها وتلقى لها الأجوبة لتخفيف واحد نسبة معينة ديال السجناء. طبيعة الحال زيرو جريمة وزيرو حبس كاينه في بلاصه واحده في الجنه، يعني حنا ماشي ناس حالمين وكنقولوا بان المغرب سيصير الى زيرو جريمه الى زيرو حبس، لا ليس هذا هو القصد، ولكن يجب تخفيف الامر الى واحد العتبه اللي مقبوله عالميا. وما يزيد الامر يعني قتامه وهو انه كان واحد المشروع معروض في البرلمان، يعني قبل ما تجي الحكومه ديال اخنوش هذا القانون ديال المشروع القانون الجنائي اللي كانت فيه واحد المجموعه ديال المقتضيات تخص يعني دوك العقوبات تعويض العقوبات السالبه للحريه بعقوبات بديله باش نهبطوا النسبه ديال السجناء ونهبطوا النسبه ديال التخفيض ديال الكثافه، وبالتالي عوض ما نبنيو سجون جداد غادي نقلصوا من العدد ديال المسجونين الذين يبلغوا حسب الاحصاء الرسمي ديالهم 42% من السجناء ديالنا في المغرب غير اعتقال احتياطي اللي ممزوجين ومطلقين معلقين ما بين السماء والارض، وبالتالي
عوض ما تجي الحكومه وتصرح هذا القانون الجنائي سحباتو وردماتو وخرجت لنا 11 حبس جديد. ومما زاد الطينه بلل هو ان هذه الحكومه فيها واحد الوزير اللي كان مكلف بالنموذج التنموي. واش هذا هو النموذج التنموي الذي تم تبشير المغاربه به؟ وهذا النموذج التنموي اللي رفع واحد سقف الاحلام ديال المغاربه كثيرا، لكن ملي وصلنا للمسقي مع هذه الحكومه ما لقينا الا الحبسات. واش المغاربه ما كيستحقوا الا هذا الشيء؟